في فعل في اللغة الإنجليزية بمعنى يقترح. ركز معايا، في فعل في اللغة الإنجليزية بمعنى يقترح. بالمناسبة فعل يقترح ده فعل مرتبط بحاجات كتيرة جدا، مرتبط بإكسبريشنز تعبيرات، مرتبط بقاعدة، فالفعل ده خطير جدا. يا ترى ده الفعل ده ايه هو وننطقه ازاي بالامريكان والبريتش اكسنت؟ يلا نروح مع بعض ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطلاب مستر نجار ومتابعي على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 29. النهاردة معادنا مع فعل خطير جدا يا جماعة، دايما تلاقيه في الامتحانات وليه علاقة بحاجات كتيرة جدا بتعبيرات وبقواعد، وخطير جدا جدا ويفاجئ الطلاب، بيفاجئ الطلاب ان هذا الفعل بيبقى حل جمل كتيرة جدا في جمل اللغة الانجليزية في المراحل الثانوية، ألا وهو فعل يقترح. يا ترى بالامريكان اكسنت والبريتش اكسنت ينطق ازاي؟ هو نفس النطق طبعا حبايبي، ننطقه كالاتي. اقول suggest suggest. لو ركزت تلاحظ ان في دي مع الجي، الصوت دي مع الجي كده في النص بيتقالوا مع بعض. ركزوا يا حبايبي، suggest suggest. شكرا وربنا يا رب يوفقكم والسلام